الليلة بتشوف النازل بدعو غير الله سبحانه وتعالى، يا برع الغوم ويا المكاشفي ويا الكباشي ويا فلان ويا فلان، عشان كذا ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعا شنو؟ دعا ربه، ما دعا لفك يا ناس، دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. الله بيعلم الغيب وغير الله سبحانه وتعالى بيعلم الغيب، ما قاعد تسمعوه؟ ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. ندعو الله وندعو غير الله سبحانه وتعالى، عشان كذا ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعا شنو؟ دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله، ما شيخ يا ناس، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل شنو؟ إن شاء الله. قل شنو؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. طيب يا ناسين وقفة، ما احتمال يجينا فكي يشوف لا يدي، فاعبدوا ما شئتم من دوني ولك ندعو غير الله سبحانه وتعالى، فاعبدوا ما شئتم من دوني. ده ماذا يداك؟ داك دخل المسجد وكان بيسكر وكدي، دخل المسجد قال دخل المسجد بس قرأ قول الله تعالى ويل للمصلين، قال لي صعب شنو؟ قال لي دعي المساجد للعباد يعمرها وقم بنا إلى الخمار يسقينا فإن الله لم يتوعد الخمارة بل قال شنو؟ بل قال ويل للمصلين. الليلة برضو في ناس فكيا يقولوا لا يدي ولك هذا ندعو غير الله، بناديهم ديل أهل الله، بناديهم أهل السلسلة، بناديهم ما قاعد تشوفوه يا برعي ويا المكاشي ويا الكباشي ويا الخنجر ويا فلان ويا فلان، عشان كذا ربنا قال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه، يا ناس انتوا وين الطواغيت دي شنو؟ قالوا الطاغوت دي شنو؟ ليه الطواغيت دي للجباب والأضرحة والمشاهد والمزارات التي تعبد من دون رب العباد. لذلك قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كما في نيل الأوطار قال يا لله العجب، يا لله العجب، يا لله العجب، بعد هذا الكفر الصراح والشرك البواح لا تجد من يغضب ويغار لهذا الدين الحنيف. ناس الله بيديهم مساجد لكن ما بيونوا دعوة التوحيد، عشان كده قال الإمام الشوكاني يا لله العجب، بعد هذا الكفر الصراح والشرك البواح لا تجد من يغضب ويغار لهذا الدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا ملكا ولا وزيرا، بل إذا توجهت إلى هؤلاء المغبورين، أبشر أي فقيه، إذا توجهت إلى هؤلاء المغبورين وقلت لو احلف بالله لحلف لك بالله كاذبا، ذول تمسكوا تعال يا ذول أحلف فقيه، ما يذول تمسك لك فقيه، أحلف بالله سبحانه وتعالى يقول لك والله هو كاذب، لكن قال لو قلت له احلف بمريدك، أحلف بالبرعي، أحلف بالخنجر، أحلف بغير الله سبحانه وتعالى، قال لا تلعثم طوال قلبه برجف، قال لا تلعثم وأبى إلا يحلف به صادقا. وذلك من أبين الأدلة الواضحات على أن كفر هؤلاء وشركهم قد بلغ فوق شرك من قال إن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. ده السبب الأول ضياع العقيدة، السبب الثاني مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ودي بنمر فيها سريع، عشان كده ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هنا في الدنيا ما تابع النبي عليه الصلاة والسلام، فلان دي شفته خد فيها بس الزول اللي كنت شيخك، اللي كنت بتحبه في الدنيا، اللي كنت بتعظمه في الدنيا، اللي كنت بتدعوه هنا في الدنيا. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فارق درب النبي عليه الصلاة والسلام ومشى للشيخ يدعو الشيخ. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن هذا صراطي، تتابع صراط الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي واضحة بين لا غبش فيه ولا غبار، واضح بين لا غبش فيه ولا غبار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما دعوة لحزب لا جماعة لا طائفة لا غيره، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائغون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. زي ما قلت لك قسم الناس طوال الاثنين، الآيات ذكرتها لك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. قدم أخونا أبا بكر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الجمع الكريم حضور مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالوقفة معايا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية 30 من سورة الشورى. قال الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما وقع بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فإن القلال الحاصل ارتفاع في الدولار وانخفاض أسعار وهذه الأشياء. بين الله تبارك وتعالى أن الأسباب الإشراك بالله وسائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمة الله في تفسير الآية قال: بان النقص في الثمار وقلت الأمطار، ومحق الله تبارك وتعالى البركة من الأموال بسبب الذنوب والمعاصي من الإشراك بالله وثائر الذنوب. بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن الشرك بالله هو سبب الغلاء والوباء. قال ربنا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن حل الغلاء في أن نرجع إلى الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الغلاء ليه؟ لأن هذه البلاد فيها الآن أكثر من 8000 قبة تعبد من دون الله في بلادنا السودان. قال ربنا في خواتيم سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كانت المعيشة ضنك. لأن كثير من خلق الله يعتقد في الفقراء، يقول لك قبل فوق نادي أهل الذوق، وقبل تحت نادي المسك، وقبل قدام نادي الهمام، وقبل وراء نادي بشرة، وقبل يمين نادي الصالحين، وقبل شمال نادي الكمال. ويا رجال العلفون أسرع من التلفون، ويا الصادقاب الأسرع من الواتساب. هذه عقائد في هذه البلاد، والمعيشة ما تكون طيبة إلا بالتوحيد. الدليل الآية 97 من سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى: ومن
قال ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. والحياة بيقضنك ليه؟ على 124 من سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكثير من الجماعات والطوائف كتموا الحق وكتموا التوحيد. وقال رب العالمين: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال رب العالمين: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بلدي أصلا بتتقدم إلى بالتوحيد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. شرط ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لليل عقائد في أموات، لليل الناس بنادوا غير الله. للآن كثير من خلق الله يعتقد في فقراء ضعفاء. قال الله عنه في القرآن: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال ربنا في كتابه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حقادري. كل ما يعتقد في الجباب ويعتقد في الأموات ناس نادر كينيك كالبرق يجيك. كل ما يعتقد في الميت ويعتقد في القبة وفي الأولياء والصالحين هذا ما قدر الله وما عظم الله. قال سدي عليه رحمة الله: ما قدر الله حق قدري إن الله لقوي عزيز. قال بمعنى: وما عظموا حق تعظيمي وما أجلوا حق إجلالي وما عبدوا حق العبادة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين. وقال ربنا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علمكم صادقين. ومن أضل أضل ذول البنادق غير الله. يقول: يا الله ويا أهل الله، يا الله ويا البرعي، يا الله ويا المكاشفي. أضل من البنادق غير الله ما في. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد كافرين. معيشة بقدنك. الله قال: ومن يعرض عن ذكر ربي يسلك عذابا صعدا. والأمن بالله سبب الأمان في السودان. قال ربنا في الأنعام: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال ربنا في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن يعني يجب التوحيد. والحال تبدل في السودان لأن الناس بدلوا الأحوال مع الله. قال ربنا في سورة إبراهيم: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرة يأكل من خيره ويعبد غير. في البلد دي قاعدين راكدين بلد فيها 8000 قبة يأكل من خير الله ومن نعم الله. قال ربنا في الحديث القدسي: إني والجن والإنس في شأن عظيم. قال: أخلق ويعبد غيري وأنعم ويشكر سواي. قال: أتحبب إليهم بالنعم ويتبقدون إليهم بالمعاصي. ضرب الله مثلا في كتابه في خواتيم سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني كما قال إمام الشافعي قديما قال أبيات: نعيب زماننا. من الناس الآن جاي يطيف المواصلات، الزمن يتغير والزمن مدى الزمان نفس الزمن والأيام هي الأيام. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجز الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنهجانا. يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. والحال ما يتغير في السودان لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بمدنيات، إنما يتغير والله الحال في السودان إذا غير الشعب الأحوال مع الله. قال ربنا في سورة الرعد الآية 11: إن الله لا يغير ما بقوم حتى
يغيروا ما بأنفسهم، الحال ده ما حيتغير إلا الناس يغيروا الحال مع الله. قال ربنا في خواتيم سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال ربنا في سورة الجن: وأن لو يستقاموا على الطريقة، هذه طريقة يقول لك التجانية طريقة والمالكية مذهبة والعشعري عقيدة، ده ما دين، الطريق واحد كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولا تكون أنصار سنة، ولا تكون كتاب وسنة، تكون كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، لا تكون تياني ولا تكون خطمي ولا تكون ركيني ولا تكون سماني ولا تكون عرقي ولا تكون طابع لأي طريقة من هذه الطرق، طريقة الإسماعيلية الإدريسية البرهانية الخطمية، كل طرق بتاع شياطين. يقول لك أعرف شيخك وحب الكل وكل الطرق تودي لأروما. يا ناس إحنا ماشي أروما، أي طريقة وديك أروما، لكن ما أي طريقة وديك الجنة. طريق الجنة كتاب وسنة بفهم الصحابة. وأن لو يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم شنو؟ ما انقدغ نازلين موية ودارين ناكلوا ودارين يشربوا، الحرف التوحيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، دي الآية 96 الأعراف، الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ما النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون. ونعيش طيبة في التوحيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة بقت ضنك لأن كثير من خلق الله يعتقد في ضعفاء فقراء يخذوا لكم وصلات. إجي المسجد، وين الشيخ؟ والله الشيخ حاسي مشى المستشفى وده عيان راجو في المسجد. يا زول ما تقوم مسجد مستشفى، الشيخ مش المستشفى، ويجي من المستشفى يصرف المريض الدرويش الحوار القاعد في المسجد، يديه بخراتهم يا حياة ويمشي مرقه في النرويج في السويد. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. والناس نتعجب من هؤلاء، اي حاجه عند الله يا اخي الشيخ ده ضعيف. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبيكم مثل خبير. اي حاجه عند الله. الدليل الايه الواحده والعشرون من سوره الحجر، قال ربنا: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. والحال الناس يقول لك الحكايه ضاقت والحكايه جاطت، يا شاكر هم الحياه وضيقه، ابشر فربك قد ابان المنهج. قال ربنا في القران: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار سبب العلاج. قال ربنا في سوره نوح: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الا وقارا. من علاج هذه المشاكل الرجوع الى الله، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكل شيء عند الله، وغير الله فقير وضعيف. قال ربنا تبارك وتعالى في القران: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ناس بينادوا اموات وزول بينادي غير الله، احنا والله خايفين عليهم من نار الله. لا تجعل مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. ولم ندعوك لجماعه، هيني كشف ثقيل، كتاب وسنه بفهم الصحابه. قل هذه سبيلي اي طريقتي ادعو الى الله على بصيره اي على علم، انا ومن يتبعني سبحان الله وما انا من المشركين. ما ادري من الناس اي حاجه. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالناس يرجعوا الى الله ويصلحوا الاحوال مع الله كما بين ربنا في القران. الشيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين وبعد. جزى الله الإخوة المتحدثين قبله، وأقف مع
الآية التي ختم بها الأخ: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أقف مع هذه العبادة، وهي من أعظم العبادات، عبادة التوكل على الله. يقول الله عز وجل مادحا لأهل الإيمان الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. والآن الأهل في السودان يمر بضائقة، والكثير منهم لم يعتمد على ربه، وخاصة أهل البدع من التصوف ومن سار على شاكلتهم. الآن في ناس يتوكلون على الحجبات، بس قبل شوية في واحد شايف وتوضى هناك لابس له حجاب، ده متوكل على شنو؟ على الحجاب. وكثير من الناس يتوكلون على غير الله، والتوكل على الله من أجل العبادات، كونك تعتمد على الله. يقول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، ليس على غيره، ما على حجاب. سبحان الله. والإنسان الذي عنده خلل في عقيدته ما فكر الحجاب الذي يتوكل عليه ويعتمد أنه يحفظه ويجلب له الرزق، تلقاه ذاته عامل له حجاب، بيجلده ليه؟ لكي يحفظه، أليس كذلك؟ طيب إذا كان هو بيحفظ، ليه أنت بتجلده؟ كده بس بمعدل بسيط، بيجيب له جلده بتعتس وبلفه. بلفه لأجل شنو؟ مش خشية من الضياع للحجاب ده، أليس كذلك؟ طيب إذن هو نفسه ما حجبه، بحجبه قلت كيف؟ وطبعا أنا من الغريب، أهلنا هناك بيلبسوا الحجابات دي، بيلبسوها كتير، كويس؟ فإذن الخلل في العقيدة مصيبة، كما قال الله عز وجل: الإنسان المشرك عقيدته كالأنعام، بل الأنعام أفضل، كما قال الله عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن يا جماعة، الآن الحال دي ما بحل إلا أن نتوكل على الله. وما هو التوكل؟ طبعا في ناس عندهم خلط في التوكل، في بعض يقول لك تترك الأسباب المباحة، لا، التوكل على الله كما قال عبد الله ابن سهل التستري: التوكل على الله هو حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. التوكل هو اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة، ده التوكل الحقيقي. أصيب ناس تلقاه قاعد بس يقول لك أنا متوكل على الله، ما بيشتغل أسباب ذاتها، يقول لك الله برزقني كده، ده برضو ضال. وفي ناس يتوكلوا بيأخذوا الأسباب لكن الأسباب المخالفة، ده برضو ضال. إذن التوكل الحقيقي يعتمد القلب على منو؟ على الله. في ناس كتار سافر برا، فاتوا قربوا للأمريكا وتوكلوا عليها إنه ترفع علينا السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والأمور تتزبط، لا ما تزبطت. ديل متوكلين على منو؟ على الجماعة ديلك، لكن نحن متوكلين على منو؟ على الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده الكلام ده الله بيقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. توكل على الله، توكل على الحي. جماعة ده كلهم بموتوا. أسي الآن شوف الشيوخ بتاعت الصوفية المتوكلين عليهم، سبحان الله، وبعد ما ماتوا برضو ما خلوهم. شوف جمال الإنسان بيصل إلى درجة، مو زول ده حي، قبل ما قلنا حي بيديك بتمشي له بيعمل لك محاية، بعد ما مات هو متوكل شنو؟ عليه. عندنا شيخ واحد قال الصوفي يا جماعة ما عنده عقل، قال شيخه ده لما كان حي تلقاه براو بيستحمى، مش الشيخ كان براو بيستحمى، بيتوضى براو، بيمشي بخش الحمام براو، بعد ما يموت الصوفية براو بيجوا بيجردوا من ثيابه، لما حي كان بيلبس براو ولا بلبسوه؟ بيلبس براو، بعدهم بيجي بجرد الثياب، بيردوا بيلفوا بالقطعة بيشيلوا، لما حي بيشيلوا ولا بيمشي براو؟ يمشي براو، هم براو بيشيلوا، يحفروا له الحفرة بيدفنوا، بعد ذلك تاني بيقول أدينا. عسي ده زول عنده العقل بس بمعدل بسيط. انت زول لا،
جردته من ثيابه وغسلته ورفعت فيه رقبتك دي وديتها دفنت هناك. تعالى تقول لي الشيحة دي ده بديك كيف كده ومعدل بسيط يا جماعة بديك كيف. لكن العقيدة ركز في العقيدة دي. شوف عمي ساكن زول تلقى جاهل أمي لا يكتب لا يقرأ لكن عنده عقيدة أفهم من علماء الضلال دي كلهم والله العظيم. في واحد اسمه أحمد الباطن. أحمد الباطن ده طبعا هو من الجنينة تجاني كبير والله من عليه اهتدى وترك التجانية. بيحكي قصة حقت واحدة زوجة تجاني طاغوت كبير في هذه البلد في الجنينة فعنده خلاف مع زوجته. قال لا يا أخي أنا طلعت فوق السماء وشفت اللوح المحفوظ وجدت أنا ذات عمري 83 سنة وشفت النار والجنة لقيتك أنت في النار لأنك ما بتسمع كلامي ولقيت فلان وفلان في الجنة. شوف الأمة دي بتلعب. بعد فترة الشيخ ده ذاته الدجال ده بيجي عيان جابوا المطار طار الجنينة عشان يرفعوا يجيبوا الخرطوم ما لقوا الطيران رجعوا. المرض هي ما الله رزقها الفهم. قال له ما لقى رجعتها. قال له والله ما لقيت الطيران. قال له أنت قلت مشيت السماء فوق السماء أبعد ولا الخرطوم أبعد؟ مو ده شفته معدل بس دي أمية أمية سهل بتفهم هذا الكلام. الأبعد منو؟ السماء أم الخرطوم؟ دي أمية لكن فاهمة. شفت زول موحد ده بكون فاهم نجيط. شفت ساكت بس بنجمك والله بس عادي بنجمك منطق بنجمك. لكن داك تلقى يقول لك ده دكتور عنده دكتورة ومعارف عامل شهادة وبتلقاه صفر على الشمال ما فاهم أي حاجة. يمكن أي زول يلعب عليه أي زول بيلعب عليه. عشان كده لابد أن نحقق العقيدة. عشان كده الدعوة دي وخاصة المنبر ده بس هدفه كله عقيدة. بس في ناس كتار بيقابلونا يا أخي والله عندكم أخوانكم اشتغلوا لكن دائما بس التوحيد 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 التوحيد. يا أخي غيروا شوية. طيب أنتوا ما غيرتوا ما غيروا كيف؟ أنتوا غيروا شوية الشرك ده خلوه من غير معكم. ننتقل للنقطة الثانية. لكن أنت ما غيرت أنا غير كيف؟ أنا بقول لك ما تدعو الشيخ أنت بتدعوه. أنا برضو ما بمشي من النقطة دي نهاية إلا ما تتغير. غيرت أنا بغير. إذا انتقلت من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة بعد ذلك بننتقل. مش هنقول لك بعدين الغسل وتغسل راسك ما عارف كم دم نمشي له. لكن إذا ده ما تغير ما في أي تغيير. فلا بد التوكل على الله وخاصة في هذا الزمان وفي هذا الوضع الناس تعتمد على الله. إياك أن تعتقد أن هناك أحد يتصرف في هذا الكون مع الله ويرفع منكم هذا البلاء. والله ما في ما في. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله إيه فليتوكل المؤمنون. وفي آية أخرى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. المؤمن يتوكل على منه؟ على الله. والآخر ذكر الله قال وما يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. إذا نحن الله كافينا. والإنسان الذي يتوكل على الله شفت لو الدولار ده وصل 90 ولا 88 تلقاه هو مبسوط بيعرف ده فيه خير والله. لكن هسه الناس الملك لكن دي بتلقاهم جايطين جوضة عجيبة خلاص تلقاه راكبين هسه تلقى المواصلات دي تتمنى والله دي حالة لا حولي السنة الجفاف بيجي مسكين. لكن أهل السنة تلقاه مرتاح عارف المصيبة دي هي فيها خير فيها خير وهي من الله وفيها خير. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولم يكن ذلك إلا للمؤمن. ده المؤمن إذا أصابته السراء فشكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء فصبر فكان خيرا. مرتاحين العيش بيجي بالصفوف مرتاحين والدعوة شغالة ما لها مشكلة ناكل فايقين. الله اللي أكلنا في زمن الرخاء قادر أن يؤكلنا إيه ودب تلقى بالتوحيد مطمئن مهما ما تغلبت الأمور صاحب التوحيد تلقاه ما شاء الله مستقيم. لكن في ناس المتلكين يتغيروا على حسب شنو التغيرات. الجماعة تغيروا بيتغير معهم. الجماعة دزل مزبزب لكن أهل التوحيد مستقيمين على حال واحد. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضعوا. هذا هو منهجنا وهذا هو المنهج الذي ننتهي وندعو إليه. فنسأل الله أن يثبتنا عليه ويثبتنا عليه إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه ومولاه. وقدم أحمد سريك تفضل شيخ أحمد.
السلام عليكم الشيخ، حياك الله. الله يجزيك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الأفاضل، جمع الأكارم، أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أخرج البخاري من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما أخذ علينا في البيعة حينما أرادوا الدخول في الإسلام، وكان الدخول بالإسلام يكون بأخذ البيعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا أرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فيما أخذ عليهم من البيعة، أول شيء قال لهم أن لا تشركوا بالله شيئا، وأن لا تسرقوا، وأن لا تزنوا، وتلا عليهم هذه الآية. فأول الإسلام وأول الأمر كله هو عبادة الله سبحانه وتعالى لا شريك له، نعبد الله سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية تقطع الشرك كله، وتقطع كل من يطمع في أن يكون الذي اتخذه شريكا لله سبحانه وتعالى أنه يملك مع الله سبحانه وتعالى شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة فلماذا دعاؤهم؟ وإذا كانوا ليسوا ظهراء لله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس له ظهير، فلماذا يلجؤون إليهم؟ وإذا علموا أنه لا تنفع الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد إذنه، فلماذا يعتبرون أنهم شفعاء مع الله سبحانه وتعالى؟ لكن هو الضلال الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا أضل من المشرك. زلل بيقول: يا برعي، يا مكاشفي، يا صائم ديما. الزلل بيقول: يا سابغ، يا الزلل بيقول: يا ناس العلفون الأسرع من التلفون. ما فضل منه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب إن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الله سبحانه وتعالى قال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام ديل ربنا سبحانه وتعالى خلقهم، اللي هم الإبل والبغر والماعز والضان، ديل الأنعام، بهيمة الأنعام، ديل أفضل من الزول اللي بيقول: يا برعي، يا صائم ديما. الزول اللي بنادي البرعي ده يا ما اللي بيقول الكباش يا صائم ديما، ده وقع في الشرك. البهيمة دي أسلمت لله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. البهيمة دي لو سألت ربك منو اللي بيرزقك منو، بتقول لك الله. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت انهم ما يتكلموا الكلام يعني زي كلامنا نحن، لكن هم يتفاهمون بلغتهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستغرها ومستودعها. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزقها لو سألت رزقك منو، بتقول لك الله. لكن كثير من هؤلاء الصوفية ما يعلمون أن الرازق هو الله، وما يعلمون أن المدبر هو الله سبحانه وتعالى. والدليل شنو؟ لأنهم يلجؤون إلى غير الله. واحد تلقاه لابس لي حجاب
أو تلقاه معلق له ورقة ويقول لك ده من الرزق. ماشي المعركة خايف خايف يموت، والموت ده ربنا سبحانه وتعالى قال إذا جاء، ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. الموت ده أمر حتمي، أصلا بد أن تموت، لكن الكلام ما في الموت، الكلام ما بعد الموت. ماذا أعددت للغاء الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعددت لما بعد الموت؟ فلا بد الموحد تكون عدته توحيد الله تبارك وتعالى الذي أخذ عليه النبي عليه الصلاة والسلام البيعة. شوف البيعة بتاعت الإسلام بتكون بأنك أول حاجة تقول أنا بعبد الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به شيئا، ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك يقبل منك. وده أول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به معاذ لما أرسلوا إلى اليمن، قال له أنك إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحد الله تبارك وتعالى. وده بواب عليه البخاري قال باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فأول حاجة التوحيد، ده الشيء ممكن تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى وربنا يسلمك وينجيك، لكن لو لقيت ربنا سبحانه وتعالى بالعقائد بتاعت الصوفية دي الناس قال البرع في التلت ناديهم وقوموا صيح ليهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم، الصدف في النهاية ما لك النار والعياذ بالله. لكن هذه المنابر وهذه الدعوات وهذه الدعوة دعوة التوحيد، دعوة توحيد الله تبارك وتعالى، المقصود بها إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في النهاية إنت لو وحدت ربنا سبحانه وتعالى في النهاية مآلك إلى الجنة إن شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله، قال لأن يهدي، كما قال لعلي رضي الله عنه قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإنت تسر وتفرح وكي تشوف لك زول سمع كلامك إنه الحجابات شرك، تفرح وكي يقوم يقلع يدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الرغى والتمائم والتولة شرك، وقال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. ناس كتار مساكين مخشوشين، واحد تلقى لابس، والله أنا مرة لقيت في إبراهيم مالك واحد قال لنا لابس الحجاب ده 12 سنة، قال لي 12 سنة أنا لابسه قال عشان الرزق، عشان ربنا قال يوسع عليه في الرزق. ثلاثة حجابات، الحجاب الأول فتحناه ولقينا فيه يعني آية الكرسي مكتوبة ومعها رغام وحروف، وتعرف دي حاجة تستفيد فائدة. أي حجاب يكتب الصوفية ديل لا بد تلقى معه حاجة زي مجاوزات حسب زعمهم، والمجاوزات دي في الحقيقة هي شنو؟ هي استعاذات بالجن والشياطين. يا إما تلقاه كاتب القرآن بدم الحيط أو كاتب بدم النفاس أو كاتب بالبول أو كاتب بالعذرة، دي بيقول لك المجاوزات. فتحناه ولقينا في آية الكرسي، بعد آية الكرسي مكتوب في أرقام وحروف. الحجاب الثاني فتحناه ولقينا فيه صلاة الفاتح تحت التجانية، اللهم صل وسلم على نبينا محمد الفاتح لما أغلق، وده باطل يا جماعة. صلاة التجانية دي التجاني بيعتقد إنه هي أفضل من القرآن بستة آلاف مرة، كما يعتقد التجانية جميعا. التجانية دي بيشوف إنه صلاة الفاتح دي أفضل من القرآن بستة ألف مرة حسب زعم سيدهم أحمد التجاني. الحجاب الثالث فتحناه لقينا فيه درابة، ترابة حمراء كده يا شكيلة من تربة كردفان، لأنه زول من جهة كردفان. فسبحان الله بعد ما عرف الكلام ده والله جدعهم طوالي، قلت الله يا ربنا إن شاء الله يبارك لك ويتقبل. بعد ذاك كان بيتوضى، بعد ذاك مشى تاني توضى، قلت له عيد وضوء كده بعد تاني، لأنه الوضوء ده قبيل كان ما وإنت لابس الحجاب ما بينفع، يتوضى من جديد. وسبحان الله والله ربنا سبحانه وتعالى يعني نسأله القبول، نسأله إنه يثبت ذاك الرجل ويثبتنا أجمعين. فطوالي قلع الحجاب والله مشى بعد ذاك صلى. في ناس فيهم خير والله يا جماعة، عشان كده الواحد يجي للزول بشنو بالذات الدعوة الفردية دي. معلش الشغل بتاع الحلقات ده قد يكون حار شوية، لأنه في ناس يعني بيقول لك يا أخي أنتوا بتنبسوا ونحن ما بننبس، وأنتوا بتشتموا ونحن ما بنشتم والله، وأنتوا بتسيئوا للناس ونحن ما بنسيء للناس، لكن نحن بنقول لك بنخط كي مكان شنو؟ مكان الوجع، بنديك المحل الحتة اللي فيها الدائرة علاج عديل. يعني هسه يا جماعة زول طعنوا حقنة صغيرة بتاعت السكري دي، وزول جابوا له يعني حموا له مسمار في النار لانه عنده مثلا يرغان واحد، الالم بتاعين واحد ما واحد، لكن الثاني اللي احنا بنستخدمه في الحلقات، اما ذاك بنستخدمه في الدعوات الفرديه في المساجد وغيرها، لانه في النهايه قصدنا شنو؟ في النهايه قصدنا الرفق، هنا ده رفق وهناك ذاك بنخشى من امور ثانيه، لانه قد نطلق واحد يقول لك انت ما تذكر الاسماء
وازيد للناس احنا بنسي زول وكان ذكرني زول بنجيبه بنجيب الباطل بتاعه بنرد على الباطل بتاعه بما قال الله بما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام. فالمقصود يا اخوي انه الدعوه دي الواحد يقوم بها. الدعوه دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان اخذ عليها شنو؟ اخذ عليها البيعه من الصحابه انه يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. والصحابه كانوا يعلموا عباده الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به، كانوا يعلمون ان هذه العباده تقتضي ان يتوجه الانسان الى الله سبحانه وتعالى وحده، وان يرجو الله سبحانه وتعالى وحده، وان يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وان يستغيث ويستعين بالله سبحانه وتعالى وحده. صحابه ذي الامامه معلش نازل كانوا يعلمون العرب، اللغه العربيه دي لسانهم الذي كانوا ينطقون به، ما كان عندهم كتابه، امه اميه، ما كانوا يعلمون شنو، ما كانوا يعلمون الكتابه، كانوا اللي بيكتبوا فيهم غلائل يعدوا بال يعني بالاصابع، زي الحكم النبي بعد ابو جهل كان اسمه الحكم، بعد ذاك الرسول عليه كان يعني كان من اذكى العرب. بعد ما رد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت ليس أبا الحكم أنت أبا الجهل، ولصقت فيه ليه ليوم الغيامة اسمه أبو جهل. وكان ورقة ابن نوفل قال كان يكتب، كانوا يكتبوا في العرب قلال لكنهم كانوا يتكلمون العربية سليغة بالطبيعة كده بالفطرة الواحد بيفهم الكلام. عشان كده القرآن ده ما كان يعني ما كان النقاط دي موجودة إلا بعد ما تغير اللسان، جابوا الأسود الدولي جعل علي بن أبي طالب، بعد ذلك الحجاج حتى شنو نقط المصحف وضع شنو وضع النقاط مثلا في التاريخ، لكن كان المصحف ده موجود العرب يقرؤونه ويعلمونه تماما يعني بدون شنو بدون الحاجة لشنو بدون الحاجة لأنه يكتبوا، وكثير منهم كانوا بيحفظون وما بيعرفوا يكتبوا. ليه؟ لأنه يا جماعة العرب ديل كما ذكرت ناس أمة أمية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا، وأشار بيدي ثلاث مرات يعني 29 أو 30، فده كان حالهم. لكن الواحد وقت تقول له لا إله إلا الله بيعرف إنه لا إله إلا الله دي معناته تتوكل على الله براه، ما تتوكل على هبل ولا على اللات ولا على العزة ولا تشيل حجاب ولا تطوف لك بقبر ولا تنده لك شيخ ولا تنده لك رسول ولا تنده لك نبي، كان بيعلموها تماما. وقت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله تعني عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وترك عبادة ما سواه من الأنداد، حتى هم كانوا بيسموها الأنداد، بيقول لك الله دنيت عارفين والهبل دنيت عارفين، أسي جماعتنا الآن تقول له البرعي دنيت والمكاشف دنيت والكباشي دنيت والصائم ديما نيت، بيقول لك كيف يعني ما فاهم. طيب انت إذا ما فاهم نرجع لأمنه، نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول وقت ربنا أرسله قام وضح لهم إنه الدعوة دي دعوة لا إله إلا الله إنك إنت تعبد الله سبحانه وتعالى براه، نجي نوضح لهم لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، والمعبود من صرفت له العبادة سواء كان بالحق أو الباطل، لكن المعبود بالحق هو الله سبحانه وتعالى. أما المعبودات الباطلة كثيرة، المال يعبد والبشر يعبدون والملائكة يعبدون بالدعاء والاستغاثة، وهؤلاء الذين سموا أنفسهم يعني صالحين مشايخ الطرق ما هم لا صالحين ولا هم، وإنما هم مشايخ الطرق في طرق إبليس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله، فخط خط قال هذا صراط الله، وعلى جانبي الخط خط خطوط متعرجة وخطوط يعني قصيرة، قال وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والله تمشي تتكلم تقول الخوارج تتكلم كفرقة ضالة، وهي فعلا فرقة ضالة، تتكلم عن المعتزلة كفرقة ضالة، تتكلم عن الغدرية كفرقة ضالة، تتكلم عن الجبرية كفرقة ضالة، مجرد ما تقول الصوفية أول زول يقوم لك ينط فيك الزول قال لك أداك الإذن قبل وأداك الميكروفون. مين تقول الصوفية فرقة ضالة طوال الجامع كله هيك؟ ليه؟ لأن الناس ألفوا هذا الأمر حتى ظنوا أن هذا الباطل حقا. وكثير يا جماعة كثير من الناس وقت أن أهل الحق يسكتوا، وقت أهل الحق ما يبينوا للناس الحق يقوم أهل الباطل يعتقدوا أنهم على حق. عشان كده ربنا أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والأمة دي غادي بمعنى الجماعة، والجماعة ده ممكن في المليون يكونوا 10 نفر بس ممكن، لأنه في النهاية المقصود بها الجماعة يعني ما جاوز شنو؟ ما جاوز العدد الفردي وصاروا جماعة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف الزول لو كان واحد براو
قائم بدعوة التوحيد في أي مكان الله بينصره، بس لا بد للداعية أن يكون مخلصا. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص، موضوع كل موضوع الإخلاص. أنت بتدعو لربنا سبحانه وتعالى، مارق للمشاكل وما عارف روحك حتجي راجع ولا ما حتجي راجع، هتبيت في الحراسة ولا غيره، ما بتكون عارف. لا بد لك من الإخلاص. الشغل ده شغل صعب في نفس الوقت سهل، سهل لمن يسر الله سبحانه وتعالى له، لكن لا بد من الإخلاص. عشان كده الواحد يا جماعه يتذكر دائما انه دعوه التوحيد دي والتوحيد الله تبارك وتعالى ده الامر الذي قامت به السماوات والارض، لانه ربنا خلقنا. الله سبحانه وتعالى قال شهد الله انه لا اله الا الله، وشهد الله انه لا اله الا هو، الملائكه واولي العلم قائما بالقسط، اي قائما بالعدل سبحانه وتعالى. شوف ما بيحق حق في الدنيا دي ولا بيصح صحيح الا بتوحيد الله تبارك وتعالى. يوم الان احنا نقوم نقع في الشرك، نلجأ لهؤلاء الموتى والمقبورين، القبب التي تعبد من دون الله، كذا احنا ربنا حل علينا غضب الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول سبحانه وتعالى بالمقابل للناس الوحدوا الله تبارك وتعالى، يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. فالواحد لو وحد ربنا سبحانه وتعالى يبدا من نفسه بعد ذاك لاسرته لاهله، ما يهمك الناس التراكين، انت واجب عليك انك تبلغهم الدعوه. بلغنا الدعوة بما تستطيع، ما تقول أنا ما عندي علم. في ناس كتار بيعترضوا على الكلام ده، حتى إنه بيأخذوا علينا، يقول لك إن إحنا وقت نقول الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، يقول لك ده الفهم إنه غلط. والرسول عليه الصلاة والسلام وقت قال الكلام ده للصحابة بلغوا عني ولو آية، الشيخ الألباني رحمه الله قال الجملة المفيدة، تبلغ جملة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول له الرسول قال من علق تميمة فقد أشرك. وضح له ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه 10 نفر أو 10 جاءه رهط فيه 10 أشخاص، بايع منهم 9، واحدة مع مبايعة العاشر، قال له أنت عليك تميمة. فقام ده الرجل ده أدخل يده قلع التميمة دي وجدع. التميمة دي ممكن يهو الكمون ده، الحجاب اللي بيربطه الصوفية، كان كاتب لك فيه آية الكرسي، ما يكتب آية الكرسي برا، بيكتب لك آية الكرسي معاها أرقام وحروف. تلقى شنو؟ تلقى لابس له خاتم، ودائما تلقى عشان شخص الطرق شكلهم ذات القام تغير، شياطين. مين تشوفهم كده تعرف انه الناس زي ما ماشيين عدل. وعي تلقى لابس خاتم فيه ارغام وحروف، الخاتم اللي فيه ارغام وحروف ده يعني ذاتها مكتوب بلغه تحيرك ذاته، لا هو عربي لا هو انجليزي، ويقول لك ده سرياني من كلام بلاوي كله سحر يا جماعه. ربنا قال سبحانه وتعالى عن الجن وعن اللي اتخذوهم من دون الله سبحانه وتعالى، قال إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن ده عنده علاقة مباشرة مع الصوفية دي. ديال في واحدين بيقول لك والله أنا عنده روحانين، ده بحاول يدي ساكت، ما روحانين ديال شياطين، أسود ده شياطين. وأي واحد شيخ من شيوخ الطرق هؤلاء برعي كباشي صايم ديم، الناس الكبار والصغار فيهم كلهم سحرة، كلهم سحر. ربنا قال سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت، بيعلموا الناس السحر وشغلتهم شغل السحر. البرة إذا أنا والله شاهدت له صورة لابس له حجاب قدر الضربة، زول الوقت داك شاب والله لو دق الطوبة بتاعت البلوك دي كسيره شاب وشبعان، لكن لابس له شنو؟ لابس له حجاب. تعرف إن الصوفية ده دين بتاع خوف ودين بتاع جبن ودين بتاع دين ما فيه رجال ذاته، نسأل الله العافية والسلامة. ده ما دين الله، الصوفية دي ما دين الله يا إمام. وده الكلام اللي لابد الناس يعرفوه، إن الصوفية هذا سبيل الشيطان، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. أصل ما في مجاملة يا إمام، الموضوع ده لابد يكون واضح للناس يفهموه، إنه هذه طرق شيطان، كان تجانية، كان يقول لك مسمانية، كان يقول لك قادرية وغيره، كزنزانية الركينية داك بتاع الشيخ التشيكسي داك بتاع الطريقة القادرية المكاشفة، كلهم على ضلال، والمكاشف وغيرهم كلهم على ضلال وعلى شرك. داير انت تتبع الدين الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالتوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، هل هو إفراد الله سبحانه وتعالى ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اعتقادك انه ربنا الخالق المالك المدبر الذي لا 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 ليس معه واحد لا ينفع ولا يضر، وأنه سبحانه وتعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وأن تصرف له من العبادات وعظم الدعاء،
دعاء الله تبارك وتعالى تدعو ربنا، وربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وتستعينوا بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، تقول يا غفار اغفر لي، يا وهاب هب لي، يا رحمن ارحمني، يا شافي اشفني، وهكذا. يا قسم الذي ما له احد، 99 اسم وفي الاصل ما له احد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتعبد الله ب 99 اسم، لانه ربنا في الحديث بتاع قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه دعاء، قال واسالك بكل اسم هو لك، وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بأن تجعل القرآن ربيع قلبي. فما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه في الغيب أكثر مما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به. لكن 99 دي الاسم بتكفيك. الصوفية يريدون أن يشابهوا الله سبحانه وتعالى في أسماء الحسنى، يقول لك ده بقرون، يقول لك ده فرقة، يقول لك ده بعصات سيف، عشان شنو؟ يريدون أن يضاه الله سبحانه وتعالى. دائما واحد تلقاه قاعد له في كرسي قاعد فوق بيحبوا التعظيم، بيحبوا يعظموا أنفسهم، هم في النهاية طلاب دنيا، هم طلاب مال وهم طلاب جاه، ده موضوعهم كله بالمناسبة مشايخاتهم هؤلاء. عشان كده الواحد يا جماعة يكون بصير في دينه، يعرف إنه هذا ضلال وهذا باطل. والصوفية دي ما الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أترك هؤلاء يا أخي، ترى ربنا ما بيسألك من الصوفية، الله بيسألك من البري، الله بيسألك من المكاشي، الله بيسألك كباشي، الله بيسألك من هؤلاء، ما بيسألك من ربنا، بيسألك في القبر. الله سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة، الله جعل في في في, في القبر ملائكة يسألون، ودي تسمى بالفتنة، فتنة القبر. تسأل عن ثلاث، يقال لك من ربك، من ربك يعني ما 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 من إلهك الذي كنت تعبده في الدنيا. لو كنت بتعبد المال ممكن ما بتقول ربي الله، بتقول ها ها لا أدري. لكن لو كنت بتقول ربي الله، ما زي الصوفية ذي الواحد لو مات فيهن على هذا الشرك، وعادي ممكن بعدين يقدر ما يقدر يقول ما يقدر يقول ربي الله. ليه؟ لأنه في الدنيا دي كانوا يمشي، لو حصلت له مصيبة يمشي من هذا الشيخ، لو بقى عيان بيمشي للقبة، بيمشي للتراب. لو حصلت له حاجة يمشي للفقيه يقول له أنا دارك تجيب لي الرايحة، دارك تشوف لي الكتاب، ما بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى. زي ده لو مات على هذا الشرك ومات على هذا الكفر ما بيقدر يقول ربي الله، بيقول ها ها لا أدري، زي المنافقين عبد الله بن سلول وغيره. عشان كده الواحد يا جماعة الثلاثة أسئلة، من ربك وما دينك وما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، لا بد في هذه الدنيا أن تكون حققتها أولا حتى بأنك تستطيع أنك تجاوب على هذا السؤال. الشغلة ما هينا يا ما مش ثلاثة أسئلة سهلة. مرة واحد داخل أخونا شهاب في جامعة خرطوم في المنتدى، قال بعدين الأسئلة دي الأسئلة الثلاثة دي قال ممكن أجاوبها سهل سهل. الشغلة ما كده، الشغلة مبنية على ماذا؟ الشغلة مبنية على عملك في الدنيا. أنت لو كان عملك في الدنيا ولا في مع الشيوعيين العطالة ولا في مع العلمانيين المشركين ديل، أصل في النهاية حتكون معالك إلى الشرك والعياذ بالله. لكن لو كنت مع أهل التوحيد كنت في الدنيا زول موحد، لا بيتعلق لك حجاب، لا بيطوف لك بقبر، لا بيتندع لك شيخ، لا ماخذ لك طريقة، أي طريقة من الطرق دي بتمسكك في الشرك، بتمسكك في الشرك وبتمسكك في البدع. لكن أكبر الشيء اللي بيصيبك به داء المرض اللي بيصيبك به هذه الطرق بتصيبك بالشرك والعياذ بالله. عشان كده الواحد يا جماعة يكون حريص على إنه يلاقي الله سبحانه وتعالى قلبه ده سليم. الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ربنا يقول سبحانه وتعالى إلا من أطى الله إلا من أطى الله بقلب سليم. فلا بد أن تحرص على أن يكون قلبك سليم لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، تكون آمن، الله بيأمنك بالتوحيد. لا تشيل لك حجاب، لا تطوف لك بقبر، لا تندع لك شيخ، لا تستغيث بولي ولا غير، استغيث بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، وربنا سبحانه وتعالى يعينك. واختم، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بغرابها مغفرة. فما في أعظم من فضل التوحيد وأنه يمحو الذنوب. نسأل الله يغفر لنا ولكم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله. لما ربنا لا تكون من المشركين، يعني الناس مشركات المشركين من الذين فرقوا دينهم. الناس بيقعوا في الأخطاء اللي وقعوا فيها المشركين، يتفرقوا يقبوا جماعات وأحزاب، وكانوا شيعة يعني أحزاب وجماعات وغيرها. فنحن لا بندعي إلى جماعة، لا بندعي إلى طريقة، لا بندعي إلى شيخ طريقة، لا شيخ جماعة، لا رئيس حزب، لا غيره. إحنا دارين الناس دي تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، ده الموضوع كله، تابع الرسول عليه الصلاة والسلام واعبد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا والله يفتح علينا خير كثير، والآيات في هذا يعني كثيرة جدا. لكن من ورائي ومن بعدي متحدثين، أقدم أخونا
الشيخ ضحوية. الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. في هذه الآية ربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أنا جعلت للأنبياء أعداء في كل أقوام، عندهم أعداء وأعداء كثر جدا من أهل الضلال والباطل. ودائما يا جماعة، الباطل ربنا ما يذكر الباطل ناس كتار، الباطل ناس كتار، والحق ناس شوية. عشان كده ربنا هناك قال: لقد جيناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وهنا بقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا جعلت لكل نبي عدو من المجرمين. وهناك في صحيح البخاري رضوان قال: ما جاء أحد، لما ودته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لورقة بن نوفل، قال له: ما جاء أحد بمثل ما جيت به إلا عودي في الله. دي زي الآية برضو: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فيجب يا جماعة يا مسلم تعرف إنه الأنبياء عندهم أعداء، وأعداء كتار، وأتباع الأنبياء وأتباع الرسل عندهم أعداء، عندهم أعداء 200 لما يتكلموا في دعوة التوحيد. والعداء أصلا ما بقوم إلا في دعوة التوحيد، ما في عداء قام في بر الوالدين، ولا في الأخلاق، ولا في معاملة الجار، ولا حق الجار، ولا حق شنو، ما قام. العداء أصلا يا جماعة قام مع الأنبياء ومع أتباع الأنبياء، وإلى زمن هذا وإلى أن تقوم الساعة العداء قائم في الدعوة للتوحيد. فأنا قايل المشكلة دي أي دول فهمها، أي دول مسلم فاهم فيما الشغلة دي، معناها دول ما بيتكلم للتوحيد. لو دقنوا ليه سروانه، دقنوا ليه سرط، ما حيكون عنده عداء، ما عنده عداء، لأنه أصلا العداء والمشاكل والضرب والشتيمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والقتل والتشرد والطرد من بلادهم، نعم، دعوة للتوحيد. رضوان طردوه من مكة ليه عليه الصلاة والسلام؟ مرقوه ودير عشيرته وقبيلته. عشان ما تقول ليه العشيرة، دير عشيرته وقبيلته لما دعوه للتوحيد طردوه طوالي. وكان قبل الدعوة بتموه الصادق الأمين ويسموه بأسامي طيبة. لما دعوه للتوحيد قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا له: تبا لك، انت من جبال شغال وجاي يعني تقول الكلمة دي؟ إلى اليوم الناس المشاكل قايمة في الكلام ده. لما نحس اي داعية تسمي سلفي، سمي اي حاجة على كيفك، يجيبوه في التلفزيون في الراديو وما يتكلم في التوحيد، حيكون عنده عادة؟ ما حيكون عنده عادة، حيعزموه شاي باللبن وباصة عند العبد وعند الباشا وحليب باللبن وحاجة يعني سمحة جدا، لأنه أصلا ما بيدعو للتوحيد، أصلا ما بيدعو للتوحيد. وأي داعية انت تسميه في السودان وخارج السودان بيتكلم في التوحيد، ربما يسجنوه وربما يضربوه وربما يقتلوه عديل. لو انت ما احسن من الانبياء، انت ما احسن من الانبياء، ها؟ والناس اليوم ما ممكن تظل عرفت السلفية تمشي تاكل رز بالزلابية ولا بالعسل مع ناس بدعوا للشرك، ممكن يا مسلمين؟
ممكن؟ لا يمكن ابدا. والله لو كنت بتاع سياره بتاعت بنجو وموحد ما اكل دول على شريك، ما ابغى اكل معاهم. اذا كان دول دكاتره وبرفات بيمشوا دول بياكلوا مع دول بيقول جدي الكباشي ان قال للشيء كن فيكون، بياكلوا معاه رز وكلنا احوان وكلنا طيبين. لا لا كلنا طيبين كيف؟ كلنا اخوان كيف؟ رضاهم ضربوه في شنو؟ ها الانبياء ماتوا في شنو يا مسلمين؟ لابد تعرفوا الحقيقه دي. افتح القران، انبياء ذبحوهم مره واحده، كانوا بيعرفوا يتكلموا؟ ما عندهم اخلاق؟ لو قلت ما عندهم اخلاق بتكفر قاعد وقايم. ده الانبياء ده خيرة الخلق عليهم الصلاة والسلام. مع ذلك ضربوهم وشتموهم قالوا له يا ساحر ويا مجنون ويا كائن عليه الصلاة والسلام. وربنا قال عن الأنبياء جميعا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أنبياء ماتوا ليه؟ لأنه الدعوة للتوحيد يا جماعة أصلا كان فيها العداء، أصلا كان فيها العداء. ولو ما دعينا للتوحيد جينا نتكلم هنا زي في حق الجار، حق الجار فيه في الدين، حق الله وينه يا صوفي؟ حق الله وينه؟ ها انت قلت حق الجار، حق الله وينه؟ ربنا قال وما خلقت الجن والانس ليشنو الا ليعبدون. ربنا ما خلقنا عشان نعبد المكاشفي ولا البرعي اللي بتلاقيه معلق في الحفلات والله صايم ديما. الناس في السودان هنا، في السودان هنا كان سمعتها ولا ما سمعتها؟ وبتكون سمعتها. الناس بيعبدوا الشيوخ، بيعبدوا الشيوخ. لا تسمعكم كيف الناس بيعبدوا الشيوخ وبقولوا الشيوخ بده الجنة، الشيوخ بده الجنة. وده كلام كذب وكلام افتراء على الله سبحانه وتعالى. الجنة بديهم يا مسلمين. الصوفية قالوا لا. ومن هنا الشيخ البرعي، لأنه أنا ببدأ لك بالبرعي، لأنه البرعي ده أكثر شيخ مجرم ضل الأمة ونحن ما بنخليه. البرعي ده لما انتهبته الصوفي بيتحكحك، الأخو المسلم بيتحكحك، العلماني بيتحكحك، أنصار السنة بيتحكحك. ما بنخليكم كلكم بالبرعي، والله ما نخليكم، والله وطالله ما طال فينا نفس نجلدكم جلد نظيف بالكتاب والسنة. نامين نموت، نامين نموت، ما نخليكم. البرعي قال كباش، يبيعك عن الكباش، وانا داير اختم لك لانه في متحدثين من بعدي. البرعي قال عن الكباش يا مسلمين عشان ما تقول لي شتيمه يا مسلم. الجنة انا حتى اكلمك انت اقول لك الدول الكويت والعاقل والكعب البدي الجنة منو يا مسلمين؟ بديهم منو؟ مش متفقين؟ ابو لهب ذاته متفق معانا، خليته. ابو لهب، ابو لهب المشرك الجد جد قال الجنة بديوها الله، المشركين جميعا. ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. البرعي قال كباشي، كباشي شتمناه ما شتمناه، هو قال كده. داير تقول ما قال؟ هو قال، هو قال، قال كباشي كم عد ولد كم حل عقد. البد الجنة منو؟ كباشي ما عنده اي حاجة، ما عنده اي حاجة. وقالوا لذرقاب برضو قالوا ذا المسكين الجنة. لذرقاب بيجاي جنب الكباشي برضو بيجاي لون. قال كبا، قال الولد بوقية والبيت بينه وقية. داير ولد تاخد وقية، داير بيت تاخد نص وقية، وما بتاخد تاين براين. اوعك بتخد معاين المرأة دي ما خيابة؟ شرك وخيابة، شرك وخيابة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ قال ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان شنو؟ الشيطان ثالثهما. وربنا قال عن البشر جميعا الكفار والمسلمين وكلهم، ربنا قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من ماء دافق. حقت منو المويه دي؟ حقت الراجل اللي اتزوج خديجه. وده قران ما فيه خيل. المويه بتاعت الرجل تمشي الرحم، ربنا يديك تيمان ما يديك، ده شغل حق الله. لكن لما انت خليها عند الشيخ وعنده خروف باربعه
وعنده باصة وما كل ما هيوبة وذرابية بين لبن وما عارف ايه والعبد وده ماكل البلد كله يا اخي. بيخليها؟ ما بخليها يا اخي. دي الفطرة اصلا المشركين الاوائل كان عندهم غيرة. انت راجل شنبك يكتف ودقنك ليزر والك مرة برا يكون الصوف عنده دقن ذات؟ ها؟ تمشي توديها الشيخ؟ توديها الشيخ؟ المشركين كانوا بقتلوها عديل. انت ما تقتلها لكن ما توديها الشيخ. توديها للشيخ بقرعينة؟ فالكلام يطول في الموضوع ده لكن احنا هنا في الحلقة دي بنوجهك دائما للعقيدة الصحيحة. دائما الكلام هنا لو مت عقيدتك تمام. حتى يا جماعة يا مسلم لو عندك مشاكل او عندك مصائب اخرى او كبائر او معاصي مت عليها ومت على التوحيد انت تحت المشيئة. ربنا ان شاء غفر لك وان شاء عذبك. معناه التوحيد ده لذيذ مش زي ما قالوا صار السنة. توحيد لذيذ. توحيد ما لذيذ لكن جوا فينو جوا فينو صارصون رجع يقول لك التوحيد لذيذ والتوحيد لذيذ ما أصله لذيذ يا صارصون لكم على حيلك. لكن ورا الموضوع جوا شنو الموضوع جوا فيه مشاكل لو نتبين التوحيد. فالصوفية دي الختاما دير الناس أجابوا الطامة للبلد دي. شفت لو جاتنا حتى طائرة كملتنا حتة حتة ولو جاتنا عز ولو جاتنا ملاريا ولو جات صاقعة ولو الخدار ده بقى مسيخ والخضروات بقت مسيخة واللحم مسيخ انت قاعد تسوي منو؟ السبب الصوفية دي اصلا ما دعاين بعيد عشان ما تقول لي افتقر وديل دخلوا الدين. ديل جابوا الطامة الكبرى وديل المفروض ينتفون الناس الدعاة السلفيين ما يخلون والدول البعاوينهم برضو ما يخلون. ونحن في الدعوة دي وفي الحلقة دي دعوتنا دي نحن لا تابعين لي جماعة لا تابعين لي حزب لا لي طائفة لا لي لا هو سماكم شنو؟ المسلمين. نحن مسلمين ونتبع الدرب السلف عليهم رضي الله تعالى عنهم. ها؟ لا تابعين لا تيانية لا صوفية لا سمانية لا ناس المرغني لا ناس الكيدان ديل الفاسو ديل ولا العلمانيين ولا شيعة ولا 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 حزب التحرير ولا أنصار السنة ولا جناح داك وجناح داك والبيغادي ذاك الكبري ديك كلهم نحن تابعين للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وبنحذرك من التوحيد لأنه لو مت على الشرك الجنة حرام عليك باختصار. ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنذر الله نرد المسلمين إلى دينهم ردا يمين. وقدم الشيخ مازن من بعد مازن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والدين. أما بعد حضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة تخصصت في كشف الفرق الضالة المنحرفة عن صراط الله المستقيم. وزي ما ذكر لك أخونا مجارمة باسم الدين وهم بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى. لكن أنا دارق فليك مع بعض السفلة والمجرمين والضللة الذين يريدون مهاجمة دين الله تبارك وتعالى وكشف منهجهم من كتبهم وهم الشيوعية العلمانية. لأن هؤلاء الضلال المجارمة الذين يريدون أن يضللوا الناس بأن الإسلام ما نافع وإنه كان في تجار دين وفي ناس أكلوا باسم الدين إذن الدين ما نافع. وده كلامهم اللي قالوا في كتبهم. ده اسمه كتاب بيان الحزب الشيوعي المنافستو بتاع الشيوعين. لأنك أنت كمسلم يجب عليك أبي الفاضل أخي الكريم أن تعلم أن العلمانية كفر بالله تبارك وتعالى. وما تقول لي يا مولانا في علمانية معتدلة وعلمانية إلحادية كلها كفر يا ذل. لأن الملاحدة الشيوعين أنكروا وجود الله تبارك وتعالى وده كتاب واحد من كتبهم.
الله تبارك وتعالى يخبرنا أنه رب العالمين، رب الكون جل في علاه، في سورة الفاتحة زول عمره 6 سنة ولا عمره سنة ممكن تلقاه حافظه. قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الله ربنا سبحانه وتعالى موجود يا شيوعي، يا مجرم، يا ضال، يا منحرف. الله تبارك وتعالى يخاطبهم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله تبارك وتعالى خاطب عقولنا يا ناس. هؤلاء المجارمة السفلة الذين يدعون أنهم ينادون بحقوق المرأة وأن المرأة يجب عليها أن يكون عليها لها حق ومساواة الرجل بالمرأة وغيرهم، ما عارفين أنهم شيوخهم قالوا جو عشان يعاملوا إشاعة سريحة صريحة للمرأة. قالوا دارين المرأة تكون إشاعة صريحة للمرأة، ما في حاجة اسمها مرتي ومرتك أختي وأختك، تمسك من طرف وتبقى مارك، ده ماركي سليلين. ونحن إن شاء الله حنبدأ سلسلة بتاعت كشف لهؤلاء المجرمين عشان ما تمشي تنغش ساي. هذا الكتاب اللي اسمه بيان الحزب الشيوعي ذكروا فيه عقائدهم زي ما الصوفية مش قالوا عقائد، ذكروا عقائد. العطالة ديل ذكروا عقائدهم هنا عشان ما تفرح يا مولانا، ديل حيخلونا ناكل النينيا النينيا دي عند الله تبارك وتعالى. قال تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وذول كافر لا يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، ده أكلت النينيا كيف. قال بيان الحزب الشيوعي: ماركس وليلين أكفر اثنين على وجه الأرض، ملاحدة، كفار، مجرمين، ضلال. قال: ما زالت هذه الوثيقة، يعني بيان الحزب الشيوعي، قال: ما زالت هذه الوثيقة والتي خطها ماركس وإنجلز في أواخر عام 1847 لتكون برنامج لرابطة الشيوعيين الأممية تحتفظ بقدرتها على تقديم الإجابات على تساؤلات يطرحها علينا واقع تطور النظام الرأسمالي وتناقضاته. يعني أي إجابة دايرة أنت من الشيوعيين بتلقاها في بيان الحزب الشيوعي في المنافيس حقهم. وما تقول لي يا مولانا ده الشيوعيين لكن بيصلوا، وقال شيوعي بيصلي كيف؟ أنت لا تفهم الحاصل، لا تفهم الحاصل وتعرف المجرمين الضلال المنحرفين، لأنه ده قالوا جاي لإلغاء الأديان، قالوا دين ما في عديل. طيب أول وقفة مع هذا الكتاب عشان ما نطيل، لأنه بعدنا متحدثين وإن شاء الله حتكون في سلسلة هنا مني أنا لكشف هؤلاء المجارمة الملاحدة الشيوعيين والعلمانيين وحرية وتغيير وكله وغيره من كتبهم لكي نرد عليهم. قال تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ وهو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ده المجرمين ضلال دارين يخرموا دين الله تبارك وتعالى ودارين يلغوا الدين من حياة الناس. انت ما شايف الحاصل؟ يقول لك حقوق المرأة، حقوق المرأة بتاع شنو؟ دين لا دارين انك تصلي لا تصوم يا صاحبي، تعرف المعلومة دي عشان ما تكون مساكيكة ليس من زيقة من نادي لنادي وحفلات والشغلة بيقت فاكة وانت ماشي ساي ما عارف العقائد بتاعت المجرمين دي. لأنه ممكن عملوا لك حفلة بتاعت دي جي تلقى الناس 24,000 قاعدين جوا الحفلة ينططوا ما عارفين الحاصل شنو. دي عقائد منحرفة من كتبهم. طيب هؤلاء المجارمة ذكر شيخهم الكبير ليلين وماركس الكتب الكتاب ده قالوا شنو عن الشيوعية والدين. لأنه عشان ما تقول لي الشيوعي يا مولانا بيصلي معاي وبصوم ده شيخه، هم الشيوعي هاي مجرم مفروض يكون مع الشيخ بتاعه ده، عشان ما تعمل لي نقة كثيرة وتقول لي ظلمت الناس وده المسلمين مسلمين. ويتقى المسلم ده مسلم معاذ بالكتاب والسنة يستسلم لله تبارك وتعالى ويطبق الدين في نفسه. قال المجرم ليلين: والحال أن الشيوعية تلقي الحقائق الثابتة. ده في الصفحة 35 من كتاب البيان حزب الشيوعي اللي هو المنافستو اللي هو حسي قال إحنا الوذرين ترجعوا لعقائد الشيوعية ترجعوا في الكتاب ده. قال: والحال أن الشيوعية
تلقي الحقائق الثابتة، تلقي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما. ما دارين دين جديد ولا أخلاق جديدة، لا ما دارين دين ولا دارين أخلاق. قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الشنو؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انت كمسلم مفروض يكون دينك الإسلام، ما دين الكيزان دخل لي براو ده براو، ما في الشريعة الإسلامية إذا سرق نابق بضو. لكن انت كمسلم مفروض يكون في رقبة الدين الله تبارك وتعالى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقول لا يا ذول أنا ما دار إسلام عشان في ناس مجرمين أكلوا بيت في الإسلام. عرفت شيخ الكبير جاي لشنو؟ عشان ما تكون حايم ساي ما عارف حاجة. والله مولانا الشيوعين ده الكويسين ما بيأكلوا ما حيضربوا، ده ذول لغى دين الله تبارك وتعالى، خليك من يأكل ويسرق. ده قال ما داير دين. قال بدلا من تجديد تشكيلهما فهي تناقض. الأمر الثاني أن الشيوعي ينادي، كويس معاك، ينادي بالمرأة. وما أدراك ما المرأة؟ حقوق المرأة. قاي مناطي المرأة، يجب مساواة الرجل بالمرأة زي ما قال شيخهم اسمه إسماعيل بوب. عرفته؟ انت عندك مشكلة معه وناديه ما تجينا انت. عرفته؟ مفلفل شعيرات وطول طويل كلام زي يقول له مولانا بوب. قال نحن بنساوي بندفع بالمرأة الى سدة الحكم. ليه مولانا؟ قال عشان نرد على الناس اللي بيقولوا انه شهادة الرجل تعدل نصف شهادة المرأة. ودرد على الله تبارك وتعالى، ده ما رد على ناس، الناس اللي بيقولوا منو ده كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من شنو؟ من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الشيوعيين هذول ما عندهم علاقة بالمرأة، المرأة دي دارينا تبقى حرية زي ما قال شيخهم في الصفحة 34 دليلين. أنت مش شيوعي؟ هاي علماني؟ هاي ده شيخك. عرفتها؟ وما تقول انا شيوعي، لكن في الاقتصاد وشيوعي كراع برا كراع جوا ماف. يا تكون مع المسلمين ولا مع شنو يا جماعه؟ مع الكفار، ده الكفار. ما نحن ما داعش تكفيرين، لكن ليلينو ماركس كفار. ذول قال انا ما اؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. قال في صفحه 34 دي العقيده الشيوعيه تجاه المراه، عشان المراه ذات تسمع الكلام ما تنغشى. ديل يا مولانا دارين نحرر المرأة ودارين نشتغل زي الرجال ودارين نجيب قرش، لا 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 ديل دارين تنحلي انحلال. قالوا فالزواج البرجوازي، لأنه طبعا الشيوعيين المجرمين عندهم مشكلة نفسيات إنه الدنيا دي كلها تكون طبقتين بس، برجوازية وبروتاريا. كلام ده كيف؟ كلام ده كيف؟ كيف العالم ده كله يكون بطبقتين بس؟ قال فالزواج البرجوازي في الحقيقة هو إشاعة النساء المتزوجات، كويس، وقصارى ما يمكن أن يلام عليه الشيوعيون هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا. قال الشغل هذا للشيوعيين اللي دارين الإشاعة للمرأة. عارف إشاعة للمرأة يعني شنو؟ يعني ما في حاجة اسمها مرتك، أجي خاشي أنا أمك أختك بتخالتك بتعمتك، الشغل اللي تجي خش زينة صريح وواضح. ده دارين إنه مجرمين المجارمة ضلال. وبهذا الأمر نفروا الناس من الدين، عشان الكوز سرق والكوز أكل وكتل وكذا، قال لك الدين ما نافع، لازم نشيل الدين ده برا، ودي عقيدته. دار يشيل الدين برا عشان انت تفهم ما تجري ساي. الأكل والشراب ده الله تبارك وتعالى بيرزقنا. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. توحيد وتقوى، ما في قبة، ما في بنية، ما في حجاب، الله تبارك وتعالى ينزل علينا مطر من السماء. دي ما دار لا طيارة تمشي لأمريكا ولا تمشي لفرنسا ولا تمشي لزعيط وزعمود، ولا تمثل لنا إنه الثورة الفرنسية. تعرف الثورة الفرنسية دي شنو؟ ديل ناس مجرمين، كويس معاك، كانوا بيتحالفوا مع الكنيسة. زي يقول لك شبوا لنا بشغل الكيزان، أكلوا ونابوا قاموا قالوا لا لا، تفصلوا لنا الكنيسة براه وتفصلوا لنا الدين براه. دعما لقيصر لقيصر ودعما لله لله، دي العلمانية. وإن كان تقول لي دي علمانية معتدلة يا مولانا، حسيتها بتتكلم
والجوامع مبنية كفر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حياتك كلها ودينك لله تبارك وتعالى. فدي سلسلة بسيطة بدأناها لكشف المجارمة الضلال من كتبهم. وعشوية حنجيب لك كتاب جان جاك روسو العقد الاجتماعي والهوس الشغالين بيوضة، لأنه انت بقول لك انت يا مولانا من الطبقة البروتارية، انتوا رجعين يا أخي، انتوا لسه في الكلام ده؟ احنا ما رجعين، احنا بنرجع للكتاب والسنة. نحن مع منو؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقدم أخونا يسر وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، علي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نتناول مسألة مهمة وما يتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم بين التفريط والانحراف فيه وبين الحق الذي فيه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة، ومدحه الصحابة الكبار أمثال حسان ابن ثابت رضي الله عنه. وما في إنسان مسلم عاقل ينكر مدح النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بيجوا جماعتك ناسبوك الشيخ، بيجي بيقول لك دال بيكره الرسول، وده كذب، كذب محض، ودال ما بيحبوا المديح، يقول لك ما بيحبوا مديح رسول الله. كويس معك؟ انا بفصل لك عشان تفهم الكلام تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستلقيا وجارية، جارية دي يعني صغيرة 9 سنة، تمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت عند بيت شعر قالت: وفينا رسول يعلم ما في غد. قالت رسولنا جاب الصفات، مدحت بها النبي صلى الله عليه وسلم صفات جميلة. بعدين وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بصفة لا يجوز أن يوصف بها إلا الله، يعني أعطت النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب، ووصفته بأنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. هل في ذلك عنده شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق الله؟ أنا ما عندي شك في الكلام ده أبدا، ولو فزر عنده شك بيكفر. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلم الغيب؟ طبعا الصوفية بقول لك بيعلم، واللولية بتاعيننا ده زاد، والدجالين بتاعينهم ديل برضو قالوا بيعلم. كويس. القصة دي استفاد منها فائدة أولى: جواز مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بتمدح والرسول صلى الله عليه وسلم بيستمع لما تقول. لكن لما جاءت في بيت شعر، البيت متضمن لكلام مخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، طوالي وقفه قال لا، لا يعلم الغيب شنو إلا الله، وقولي مثل ما كنت تقولين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، الكلام الأول كلام صحيح لأنه ما متعارض مع الكتاب والسنة. الأمر الثاني، لما جابت كلام مخالفة للعقيدة، طوالي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة، مديح الصوفية ده، مديح الصوفية ده من أي نوع؟ هل مديح الصوفية موافق للكتاب والسنة، أم مديح الصوفية من القسم الثاني المخالف للكتاب والسنة؟ من أي نوع؟ أنا بجيب لك كلام من اللي بيقوله، أنا أسمع خليني. قال: سلام عليك يا مسكي وطيبي.
سلام عليك يا غافر الذنوب. اللي بيغفر الذنوب الله ولا رسول الله؟ انا بسألكم، اللي بيغفر الذنوب منه الله ولا رسول الله؟ يبقى مديحة الصوفية من الجسم الاول ولا الثاني؟ من الجسم الثاني. عشان كده لما نقول لك مديحة الصوفية ما بجوز، مش معناها ان احنا بننكر المديح، لانه مديح ده غلط مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. زول بيقول لك الرسول بيعلم الغيب، وربنا قال في القرآن قل املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كويس. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. ما بزول بيعلم الغيب يا جماعة ابدا، لا رسول الله كويس ولا صالح ولا ملك ولا احد. علم الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى. لكن الصوفية بيجي بيلعبوا عليك. والله واحد بليد صوفي قال لي ناس الارسال الجوي ديل، تاع الارسال الجوي بيعلم الغيب؟ ها تاع الارسال الجوي وكلامه كله يقول لك نتوقع، تاع الارسال ذاته بيقول لك نتوقع امطار غزيره وما بتجي، المطر ذاته ما بتجي. وهو كلام مبني على شنو؟ على الظن. لما نقول لك اتوقع ده ظن ولا ده علم؟ ده ظن صح؟ ده ظن يا اخي، ده ما علم. مرات تقول لك المطر اصلا تصب وما بيصب، ومرات تقول لك ما جايه وبتجي. حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير شديد. يبقى يا صوفي انت صوفي بقيت بتاع ارسال جوي؟ البرعي شغال في الارسال الجوي؟ الله يا البرعي قال لك ده البرعي ده مانا، اوعى تزعل مني انا. انا قلت لك كلامه هو قال لك تمنو، اوعى تعمل معانا شمطه هنا. عمش لابوك الشيخ هناك قول له ابويا الشيخ انت لا قلت كلام زي ده، والوهابيه مسكوا الكلام وبقوا يتكلموا. اوعى تجيني هنا. ده ابوك الشيخ براو قال قوماك نزاور للاولياء الاغطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب شنو باطن وظاهر. ده البرعي عشان ما يقول لك علم غيب نسبي وما نسبي، ده قال لك ظاهر وباطن كله قال لك الاولياء بيعلموه. كذاب ولا ما كذاب؟ البرعي ده كذاب ولا ما كذاب؟ واحد من اثنين، يا اما تقف مع كلام الله يا تقف مع الكذب بتاع ابوك الشيخ. في النص اصلا ما في، اصلا في النص ما في. ونحن ما بنقدس لنا ذول اصلا. اي ذول قال كلام خطا سواء كان ذول عالم من علمانا او من غير علمانا، لو عالم عديل ابن باز ذاته ابن باز ابن عثيمين قال كلام مخالف للكتاب والسنه ما بنمشي له ابدا، لانه احنا يا اخواننا بنحافظ على الشريعه الاسلاميه ما بنحافظ على الاشخاص ابدا. لكن بيجي واحد بيقول لك عمر الخطاب ما قال يا سارية الجبل. طيب البرعي ده عمر الخطاب اللمة البرعي والمكاشفي مع عمر الخطاب شنو؟ ده ما سؤال. اللمة الدراويش مع الصحابة شنو؟ بعدين عمر الخطاب لما نزل من على المنبر لما قال يا سارية، سارية ده صحابي، قال يا سارية الجبل يعني يا سارية احتمي بالجبل. لما نزل الصحابة سألوه قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال الصحابة خلوه سألوه قال لهم لا بل كلمة أجرها الله شنو على لساني. أبدا قال لهم ده ما يعلم غيب ولا وحي، دي حاجة اسمها كرامات الله بيجريها على العبد مش بيسويها الإنسان من عندي نفسه. لكن أبوك الشيخ يكون قاعد يقول للبريك الإبريك تعال، الإبريك يجيك بنطط ده ولي؟ ده ساحر يا زول، ده اسمه ساحر، ده اسمه شنو؟ ساحر. لكن في ناس الواحد يجيك يقول لك والله ابويا الشيخ مشينا لابويا الشيخ هناك وقبل ما اخش له وراني اسمي منو وجاي لشنو؟ ابوك الشيخ ما بيعلم الغيب. كويس معك؟ ده شغل بتاع شواطين. ربنا لما اتكلم عن سيدنا سليمان قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض شنو تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا شنو في العذاب المهين. الجن ذاته الجن ما بيعلم الغيب ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل، ما في ده بيعلم الغيب أبدا. عرفتها؟ ترى الكلام ده بيحصل كيف؟ الكلام ده يا أخواننا شغل بتاع شواطين. أي إنسان الله خلق معه غرين، الغرين ده بكون معك، والدجال اللي بتمش له ده بيعرف كيف. الدجال ده بكون عنده شرط مع الشيطان ده، بيكون عنده عمل كفري بيعمله، إما ترك الصلاة أو جدع المصحف في الغازورات أو عمل حاجة من الكفريات. بعد ذاك الشيطان بيتكلم معه، أنت معاه غرين، لما تجي داخل لأبوك الشيخ الغرين بتاعك أنت بتكلم مع الغرين بتاع زول داك بيوريه، بيقول له ده جادين واد محمد أحمد جايك من الرميلة، والزول ده عنده مشكلة مرته مهدباه في البيت. كويس؟ متى يخاز يقول لك البخيت البخيت جادين أقعد يا ولادي، أنت قعدت خلاص شريحة ركبت فيك، قال بيلم غيب غيب بتاع شنو يا زلمة كذاب ساي. والله أنا سألت سؤال، قلت له أي زول بيقول أنا بيعلم الغيب؟ ما في أسئلة بنسألهم. الآن نمشي هناك نقوم نلغي المباحث، نلغي المباحث المركزية ونلغي جهاز الأمن، نجيب أبوك الشيخ نعمل لنا مكتب كبير، مكتب عالم الغيب والشهادة، نجيب له دفتر كبير نقول له في فلان هنا في الكيزان ديل الكيزان في ناس كتلون، وريد الناس الكتلون الجماعة ديلك زمان ناس منو قويس معك، في ناس في القيادة العامة كتلون ولا ما في ولا ما في، في ناس كتلهم، ورينا الناس الكتلوا دي الناس بنو. ابوك الشيخ مش بيعلم الغاب؟ الناس يا صوفيا الناس اللي بيعلموا الغاب ده انتهوا ولا قاعدين؟ انقرضوا ولا قاعدين؟ مش ابوك البرعي قال قوم يا خي ناديهم لي كويس معاك، وقال لك قوم قماك نزاور للاولياء الاغطاب لهم نشاور، قال منهم خفي الحال من الاولياء، منهم خفي الحال، منهم مجاير، منهم عليم بالغيب شنو؟ باطن وظاهر. الأولياء بتاعينك ده اللي انتهوا ولا قاعدين؟ ما عندنا سؤال، نقوم نمشي نوديك. لو ما وريتنا الناس الكتلون ده الناس منو؟ ها؟ معناه انت يا انت مع الناس الكتل يا اما تكذب، ما عندك واحد من الدين ده بس. ما في ثاني في واحد في النص؟ ما في. البلد دي في ناس لبعوه اكلوا قروش البلد دي تشت، زول بيجيبوه مسكوه زمان يا جماعه زمان، شارع زلط كامل بيبلع القروش بتاعته تشت، ميزانيه 15 20 مليار دولار بيبلع تشت. ورينا النازل انت قضاب ساقط يا صوفي، انت قضاب تلعب على الامه دي، لكن احنا قاعدين في المحل ده اصلا بنخليك. شفت احنا قاعدين هنا؟ والله بنخليك اصلا. ولو هسي بذول قاعد هنا هسي الناس القاعدين ديل، لو عندك زول بيعلم الغيب يا جيبوا لنا هنا يا ورينا محل وين. تعالي في حاجه يا جماعه، في حاجه. ولو في زول برضو في زول عنده حجاب قال السكين ما بتاكله جيبوا لنا هنا نشوف بتاكله ولا ما بتاكله. اي زول قال عنده قال الجبخانه قال ما بتاكله بتجيبوا لنا هنا، جيبوا لنا المحل ده نشوف بتاكله ولا ما بتاكله. عرفت الحاصل؟ ده الكذابين ساكت. يبقى خلاصه الكلام يا اخواننا، المديح في الشريعه ده بيجوز بالضوابط الشرعيه، انه زول ما يجيب كلام مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني النازل بيجيبوا لك قصائد فيها موسيقى ولا ما في موسيقى؟ قصائد فيها موسيقى، قصائد فيها موسيقى، تلقى تركب الباص تكون ماشي الدمازين يجيبوا لك الشاشه البيت ديك اللي بتغني اللول لول ولا شو المتخلفه ديك عرفت كيف؟ دي يجيبوا لك بجاي تغني اللول لول ولا بقولوا شنو انا ما بعرف. تاني قلب جاي تغني لك المصطفى مرحبا بالمصطفى كويس معاك، والمكاشفي وعنده جله وما عنده جله وعنده حصاره ما بتفتش، ده كهربته العاليه بتحرك تش. صلى الله عليه وسلم يقول لك صلى على التشتاج، ده ولي ولا هيتر؟ ها ده ولي ولا هيتر؟ عرفت الحاصل؟ فده كله كلام باطل يا جماعه، كله من الشرك بالله عز وجل. الزول اللي بيدعي انه بيعلم الغيب ده كافر في الشريعه، ده كافر في الدين، ده موضوع خطير جدا جدا. عرفت كيف؟ وانا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله تبارك وتعالى. اللغه العربيه
معاني معروفة باللغة العربية متبادلة إلى السن اللي احنا ما بنفوتها. كويس؟ من هنا تعرف انه عقيدة الصوفية الأشاعرة في قولهم بالتفويض برضو شنو؟ عقيدة فاسدة وباطلة. نجي لآخر موضوع ذكره وده أنا بختم به. الآية الجابة عشان يدلل على انه السلف كانوا شنو؟ كانوا بيقولوا بالتأويل عشان يدلل على الموضوع ده. قال يوم يكشف عن ساق ونقل عن الإمام الطبري انه نقل عن بعض السلف انهم قالوا في تأويل هذه الآية اي يوم يكشف عن شنو؟ عن شدة. شوف للأمانة العلمية الآية دي عندها معنيين عند السلف، عندها معنيين عند السلف. المعنى الأول يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، نعم ثابت إنه السلف قالوا يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، لأنه ساق من معانيها في اللغة العربية أي شدة. كويس؟ ويدعون أي المنافقون إلى السجود فلا يستطيعون من شدة وهول ذلك اليوم. قالوا كده ما أثبتوا صفة الساق لله عز وجل من الآية دي. ليه؟ ليه ما أثبتوا هذه الصفة من الآية؟ وليه قالوا الآية معناها عن شدة، عن ساق عن شدة؟ قالوا لأنه ربنا ما أضاف الساق إلى نفسه، ما قال يوم يكشف عن ساقه. انتبهوا يا ناس، لو كان قال يوم يكشف عن ساقه كان نقول الآية دي فيها إثبات صفة الساق لمن؟ لله سبحانه وتعالى من هذه الآية. لكن ربنا ما أضاف الساق هنا في الآية إلى نفسه، إنما قال يوم يكشف عن ساق، ساق جاءت نكرة، عشان كده قالوا معناها شدة. طيب جاء في حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح في المسند وفي غيره، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف الله يوم القيامة عن ساقه. يكشف الله تعالى يوم القيامة عن شنو؟ عن ساقه. إذن هذا الحديث فيه إثبات صفة الساق لله عز وجل على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وساقه لا تشبه سوق المخلوقين أبدا بأي حال من الأحوال. والموضوع أنا تكلمت فيه كثير هنا، إنه إثبات الصفة لله وإثبات الصفة للمخلوق ما يلزم منه شنو يا ناس؟ ما يلزم المشابهة ولا المماثل. فصلنا الكلام ده، فصلناه. إذن هذا الحديث فيه إثبات شنو؟ صفة الساق. ونحن بنثبت الصفات لله من الحديث كما نثبت من القرآن، لأن الحديث حجة ومصدر، إذا صح الحديث مصدر حتى في العقائد، مصدر من المصادر التشريعية حتى في باب العقائد. فنثبت لله ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى عشان ما يختلط عليك نجمع طوالي، نجمع الحديث مع شنو؟ نجمع الحديث مع الآية. نقول والله الناس اللي قالوا الآية ما فيها إثبات صفة الساق، والله هم عندهم دليل، لأنه أخذوا شنو؟ أخذوا بظاهر النص وقالوا النص ما فيه إضافة الساق إلى الله. كويس؟ والناس اللي أثبتوا صفة الساق لله جابوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأثبتوا صفة الساق بالحديث. إذا نجمع الحديث مع الآية يبقى الاثنين ما في بيناتهم خلاف، لأنه القالوا في الآية، قالوا الآية ما فيها صفة الساق أثبتوا صفة الساق من وين؟ من الحديث، صح ولا لا؟ والقالوا الحديث فيه صفة الساق جابوا الآية مع الحديث وقالوا نفسر الآية بشنو؟ بالحديث. إذن يوم يكشف عن ساق ما أضيفت إلى الله في الآية، لكن أضيفت إلى الله وين؟ في الحديث. إذن نجمع الحديث مع شنو؟ مع الآية. كده المشكلة تحلت ولا ما تحلت؟ اتحلت، لكن الصوفي ما بيفهم، ما قادر يفهم، عشان كده طوالي جمسك في الآية دي وقال ها السلف اتأولوا، تأولوا هذا هذه الآية. انت ما فاهم يا خنجوري، ما فاهم انت الحاصل اصلا، ما فاهم. والمشكلة رابط لك مكانة ما قدرك، والله العظيم انت اسي الركشة ممكن تربط فيها مكانة الزيت واي، ممكن
يا ذلو خاتين فيها مصفة زيت بتاع زيت وين مشكلة. فالواد ده الخنجوري ده عبارة عن ركشة ورابط له مكانة بتاع الزيت وهي ما قادر يمشي بها ذاته. والمشكلة مين اللي بيوري المجتمع؟ إذا كان بيجيبوا لك في التلفزيون ويشغلوا له الكاميرات والتكييف ضارب في راسه ويبرطع قاعد في الكرسي يتطوطح وينجر يقول الكلام الدار يقوله. لو كان جاب واحد سلفه سلفي قصاده ينتف له صوفته صوفة صوفة ده كان المطلوب والله، وما كان حياخد في الاستديو دقيقتين. لكن يا إما يجيبوا لك يبرطع براو يا إما يجيبوا معاه الحمام الميت. ناس ما تعرف مين ود البلة وناس ما تعرف مين كامل مين عمر البلال وما تعرف ناس مين ومين، ناس جهلة جهلة ما استفادوا من السعودية إلا عجوة وقمر الدين. والله العظيم واحد يقول لك تلميذ ابن عثيمين بالله، وداك بتاع خالد ابن خديجة بنت خويلد اللابد في السلمة داك قال عنده دكتورة في العقيدة بالله دكتورة، وده ما لاقاك خنجوري ده ما قابلك. ليه ما بتفتح خشمك؟ قناة البصيرة ما عندكم لا، ليه ما بتفتحوا خشمكم؟ تردوا على هؤلاء الصوفية، ما قالوا انت عندك تزكيات من الشيخ ابن عثيمين وينه؟ يا بتاع خديجة بنت خويلد المسجد هناك في السلمة وين الدكتورة بتاعتك؟ يا اخي شغلة فارقة جدا يا اخي، نسأل الله السلامة والعافية. المهم كده يا اخواننا نكون بينا جزء من باطل هذا الرجل، ولسه اننا معه لسه وقفات وقفات لانه جاب اباطيل كثيرة جدا. وانا اولا اعتذر للاخ القدم قبيل السؤال، وان شاء الله لعله نديه للشيخ احمد البدوي يجاوب عليه. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. شيخ أنا بعرفه أما الله يبارك فيك يا أخي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، جزا الله خيرًا الشيخ محي الدين على هذا البيان العظيم، وأنصح أولئك الإخوة جميعًا أعزوا الحاضر هنا هذه السلسلة بتاعت الردود بتاع الشيخ محي الدين، سلسلة علمية يا جماعة، فالمرجو من الإخوة إنه يسجلوا الكلام ده وتمشي في البيت تفرغوا، لأن هذه القواعد يعني صعب استخراجها من الكتب، صعب عليك. لكن الشيخ جزاه الله خير جمع ذلك كله وأداك له جاهز، بس أمشي إن شاء الله سجل التسجيلات دي وعداك أعمل لها تفريغ عشان تحفظ الشبهات دي يا جماعة، لأنه الحرب الآن مع هؤلاء الصوفية ومع أهل الضلال كلهم الآن بقت حرب علمية. وجماعة ديل فتحت لهم وسائل الإعلام في التلفزيون والإذاعة والجرائد، وسلكوا سبل حتى في الفيسبوك والواتساب، الآن ينشرون الشبهات لإضلال الخلق. والله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإنت عشان تكون من هؤلاء لا بد لك من علم يا جماعة عشان تكشف هذه الشبهات وترد على هذه الأباطيل. الرد ما بيكون بس بالكوراك والجوطة ساي، لا لا لا، لا بد من التأصيل العلمي، تأصيل علمي، وترجع إلى كتب العلماء التي صنفت في الرد على هذه الضلالات، لا كما يقوله الحزبيون الذين اتبعوا الجمعيات المنحرفة زي أنصار السنة ومن لف لفهم.
ديل بيقول لك الكتب بتاعت الردود دي بتقسي القلوب، وهو هذا اقسى الناس قلبا تلقاه ذاته، يقول لك الكتب دي بتقسي القلب. ما تقرا، اقرا شنو؟ اقرا كتاب قلب جديد لمن يريد، محمد حسين يعقوب، تبا لكم جميعا. قلب جديد بدا شنو يا هؤلاء يا جماعه؟ اكبر حجر عثر الان، وهم مخذلين الان، شغالين تخذيل، يخذلوا في دعاة الحق، ويقول لك لا بد تطلب العلم وتجلس حتى تترعرع بعد ذاك تبلغ 40، يعني الا ابلغ 40 سنه حتى بعد ذاك ابدا اتكلم للناس وابين لهم الحق. المهم، الانسان يجب عليه ان يكشف عن اباطيل هؤلاء بالحجه والبرهان، بالعلم يا جماعه، الكلام ده بالعلم، ولا يكون ذلك الا اذا انكسرت، انكسر اقعد في الوطن دي اقرا. والكلام ده يا جماعه موجه لنا جميعا، لا بد يا جماعه الواحد يجلس في الارض يتعلم ما ينفعه وما يكشف به عن اباطيل هؤلاء، حتى يكون داخلا مع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. والشغل ده اللي هو كشف الاباطيل والدعوه الى الحق، يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا السبيل ده سبيل بتاع الانبياء والمرسلين يا جماعه، شغل الانبياء والمرسلين، ودي احسن وظيفه. قال الله تبارك وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. احسن كلام واحسن زول هو الذي يدعو الى الله عز وجل، يعني يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك، زي ما كان الانبياء والمرسلين، كما كان عليه الانبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى الأنبياء جاءوا بهذا الأمر، يعني اشتغلوا نفس الشغل بتاعنا ده، دعوة إلى التوحيد وتحذير من الشرك. شفت كيف؟ ولا بد للإنسان وهو يسلك هذا السبيل، لا تشتغل دعوة إلى الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي لا بد أن يكون ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو بالحجة والبرهان، مش بالجوطة والكوارك، بالحجة والبرهان. خاصة إنه يا جماعة الميدان ده الآن بقى خالي، ميدان الدعوة إلى الله عز وجل والرد على أباطيل الصوفية والشيوعيين والعلمانيين ومن لف لفهم ديل كلهم، الآن ما بيزول شغال في الساحة دي إلا حبة الإخوان الشغالين ديل، جزاهم الله خير، ما بيزول غيرهم الآن، هم وحدهم في هذا الميدان، تمشي تركب في هذا السرج وتشتغل وتسير في هذا السبيل، ما في مخرج يا جماعة إلا كده. الأمة دي محتاجة إلى دعوة، الأمة دي محتاجة إلى دعوة إلى الله عز وجل. والشغل لا أوعك تظن نفسك إنك أنت بعيد وأنت لست من الدعاة إلى الله عز وجل، تقول أنا بس بجي بسمع وبمشي بيتنا، لا لا، تسمع تتعلم تمشي تبلغ طوالي، تمشي تبلغ الحاجة سمعتها في الحلقة دي، لأنه كثير من الناس يا جماعة بيكون مواظب معانا هنا في الحلقة، قاعد مدة طويلة، في ناس قاعدين هنا أكثر من سنين، ويوم واحد ما حصل في المسجد قام قال للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتركوا الشرك ولا تعبدوا الصالحين، زي دي كده ما حصل يوم قالها. طيب انت فايدة جلوسك هنا في الحلقة شنو؟ الحلقات دي هنا بتجي تتعلم عشان تمشي تبلغ يا جماعة، وده من أبجديات العقيدة، أساسيات. أي زول دار يدرس العقيدة يدرس كتاب الأصول الثلاثة كبداية، يبتدئ بها. أول حاجة قال شنو؟
اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يعني دي يجب 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 يعني شنو أنت عارف؟ يعني فرض عليك الأمر ده. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. خليت بالك؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى يا جماعة لابد للإنسان يجي يسمع كلام الخير هنا، الآيات والأحاديث، يضبط الكلام كويس، يتعلم، تمشي تبلغ طوالي. لأنه الأمة دي ما بتتقدم ولن يقوم لها شأن، والبلد دي زادة ما بتصلح إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. ده السبيل الوحيد. شفت كيف؟ مش الجماعة يقول لك الحل في شنو كده ما عارف. لا لا، نحن عندنا الحل في الدعوة، الحل في الدعوة إلى الله عز وجل. ما عندنا حل ولا مخرج من هذه الفتن، الفتن والمصائب الواقعة فيها الأمة دي كلها. ما عندنا مخرج منها إلا بالعمل في هذا الميدان، وهو ميدان الدعوة إلى الله عز وجل. أي زول يشتغل دعوة، بس تشتغل دعوة إلى الله تبارك وتعالى زي شغل الأنبياء. شوف نوح عليه الصلاة والسلام كمثال، ربنا عز وجل جاب لك في القرآن وتأتسي وتقتدي بأنبياء الله تبارك وتعالى. يا أخي نبي الله نوح لبث فيهم زي ما في سورة العنكبوت، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. كان شغال شنو؟ كان شغال شنو هناك؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما كان عنده شغل إلا الدعوة إلى الله عز وجل. بعدين أي أسلوب اتخذوا؟ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. انت خليت بالك في الآيات دي؟ ده نبي الله نوح عليه السلام. والأنبياء دل ربنا قص لك قصصهم في القرآن عشان تقتدي بهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، بالليل بالنهار في أي مكان في أي زمان شغال دعوة إلى الله عز وجل. بعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال وما آمن معه إلا قليل. بعد الشغل ده كله 950 سنة ما آمن معه إلا قليل. ده يوريك إنه أنت إذا اشتغلت في الدعوة إلى الله عز وجل وشغال تنصح الناس هذا غلط وهذا يجوز وهذا شرك وهذه بدعة، تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما تيأس. كان أبو يقبل كلامك. إياك أن تيأس إذا رد كلامك، لأنه أنت بفهم بسيط بس أجرك عند الله عز وجل ثابت، سواء قبل كلامك قبلوا الكلام وعملوا به أو رد عليك فأجرك ثابت إن شاء الله عز وجل. يبقى يا جماعة وتواصوا بالصبر. أنت قال لك ليه قال وتواصوا بالصبر وقال الصبر على الأذى فيه؟ لأنه الأمر ده يا جماعة فيه أذى شديد. الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فيه أذى شديد يلحق الإنسان. عشان كده هناك ربنا عز وجل لما ذكر لقمان الحكيم، ولقمان ده قال لك سموه الحكيم، ومن حكمته أنه وصى ابنه بوصايا عظيمة
ينصح أي زول قاعد هنا يمشي يقرأ سورة لقمان بتدبر، يتطلع منها بفوائد كثيرة جدا. في سورة لقمان يا جماعة، قال الله عز وجل في لقمان لما وصى ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شوف الكلام ده كيف قال له: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أي زول يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لابد يلقى أذى، لابد شنو؟ يلقى أذى. عشان كده أخونا الشيخ محي الدين جزاه الله خير قال لك: تلقى واحد دقنه لا صرته وقاعد في الجامع وبرض الناس كلها، زول زعلان منه ما في. أي زول تلقى كده اعلم علم اليقين إنه ما شغال دعوة إلى الله، شغال دعوة إلى نفسه. لأنه لو دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك لابد يكون في الأمر ده خصومة يا جماعة، خصومة، وينقسم الجامع لفريقين. لكن الجامع جد يقول لك الزول ده كويس، يعرف إنه ما كويس. والله صحيح، كيف يكون كويس ونحن نعلم في هذه الأمة في أهل بدع، في مشركين، في غيره، كلهم يكونوا قاعدين في الجامع يقول لك الزول ده كويس. كويس كيف؟ طيب انتم ما تبقوا كويسين اذا هو بيقوا كويس، انتم ما تبقوا كويسين. لكن عشان تعرف يا جماعة انه الامر ده، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد فيه من الاذى. وإلا ارجع القرآن الكريم ده كده كده ديني، نبي واحد، نبي ربنا عز وجل ارسله الى قومه، بعد ذلك قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، وقبلت دعوته وما ردوا وقالوا له تعال مرحب بك وانت كلامك تمام، وما قامت اي مشكلة. لا لا، اي نبي اذا جاء قومه بالتوحيد والنهي عن الشرك بينقسم فريقين. ولقد ارسلنا صالحا الى قومه ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. طوال انقسموا فريقان بسبب شنو؟ اعبدوا الله. والراجع الى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اول حاجة الصادق الامين وهكذا. بعد ذاك جمع الناس في صعيد واحد وقال عليه الصلاة والسلام: لو اخبرتكم دار يختبرهم، قال لهم اذا قلت لكم في الان جيش سيغير عليكم او كنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. أها، قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طوالي بعد ذاك يتفرقوا وقالوا تبا لك ألهذا جمعتنا، إلى آخر ما ورد في ذلك. المقصود الناس تشتغل دعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كشف لشبهات وأباطيل الصوفية والشيوعيين والعلمانيين وهؤلاء الضالين كلهم، تبين الحق، تدعو إلى الله عز وجل. لأنه أنت مسؤول عن الكلام ده يا جماعة، كلكم مسؤول عن هذا الأمر. ولعلي أكتفي بهذا، أفتح الفرصة للشيخ أحمد البدوي.